بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضوع طلب الشفاعة والاستغفار من الأموات، قال: ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، يعني في حال حياته. ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك عن أحد من أئمة المسلمين، ولم يذكره أحد منهم في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة عن مالك رحمه الله. أقول: وهذه القصة حاصلها أن أبا جعفر قال للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبره؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله، كما قال تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا حاصل القصة. وقد رد الشيخ رحمه الله على ذلك بأنها منقطعة وفي سندها رجل كذاب، وفيه من لا تعرف حاله، والحكاية أيضا لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه، مع أن قوله: وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، إنما يدل على توسل آدم وذريته يوم القيامة، وهذا هو التوسل بشفاعته يوم القيامة، وهذا حق كما جاءت به الأحاديث الصحيحة حين يأتي الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهم، فيردهم آدم إلى نوح، ثم يردهم نوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. ثم بين الشيخ أن هذه القصة مناقضة لمذهب مالك وغيره من الأئمة من وجوه: أحدها أن المسلم عندهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستقبل القبر. وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء مشروعا لفعله الصحابة والتابعون. فدل ذلك على أن ما في هذه الحكاية المنقطعة من قوله استقبله واستشفع به كذب على مالك، مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي يفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء. قال الشيخ رحمه الله: فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله، ولا ابتعث به رسولا، ولا أنزل به كتابا، وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين،
ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين، وإن كان ذلك مما يفعله من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات، فهذا كله من الشيطان. وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة، أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين، فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق المسلمين. ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة، هو يعتقدها واجبة أو مستحبة، فهو مبتدع ضال، وبدعته بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين. فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب، وكثير من الناس يذكرون في هذه الأشياء منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك، إلى أن قال رحمه الله: قد علم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرع للناس أن يدعو الملائكة وأن يدعو الأنبياء والصالحين ولا يستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم، فلا يقول أحد: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله، يا رسول الله، ادعو الله لي، سل الله لي، استغفر الله لي، سل الله أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني. ولا يقول: أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي، أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني. ولا يقول: أنا نزيلك، أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجير، أو أنت خير معاذ يعاذ به. ولا يكتب أحد ورقة يعلقها عند القبور، ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر، ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأولياء والصالحين أو في مغيبهم. فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لأمته، وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. فهذا كله من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قلت: وإن كان في وقتنا هذا من ينظم القصائد يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويستنجده على الأعداء كما يفعلون ذلك في محافلهم بالمناسبات البدعية، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.